وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي الأدبي، مادة التربية الإسلامية. تم الاستعانة بدليل المعلم في الحل. يغطي هذا التسجيل الدرس الثالث من الوحدة الرابعة بعنوان عموم المسؤولية من الصفحة 88 حتى 91. تقدمة مبادرة ضوء بصوت جمالات المرعي. أقرأ ثم أجيب. تحمل المسؤولية تشريع إلهي وضرورة مجتمعية دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف الإنسانية، وحددها لكل إنسان بحسب موقعه ومكانته، فهي سبيل لبناء مجتمع متطور ومزدهر. سؤال: ما أهمية تحمل المسؤولية في بناء الوطن؟ جواب: تحمل المسؤولية يجعل الإنسان واثقا بنفسه، قائما بواجباته، ومؤديا دوره في بناء الوطن. النشاط: أقرأ وأحدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. صحيح بن حيان. توضيح المفردات: الإمام أي كل من أوكل إليه رعاية مصالح الناس. راع مؤتمن. مسؤول أي محاسب. السؤال الثاني: أحدد من الحديث النبوي الأصناف التي تقع عليها مسؤولية الرعاية. الجواب: الإمام، الرجل، المرأة، والعامل. أحلل الحديث النبوي إلى فكر. أولا: المسؤولية. المسؤولية هي قيام الإنسان بالتزاماته، كل بحسب إمكاناته وموقعه وفق اختصاصه أمام الله تعالى وأمام المجتمع، وإن وجود رقابة ذاتية عند الإنسان يجعل منه مسؤولا مؤتمنا على كل ما يوكل إليه من أعمال تجاه خالقه ونفسه والآخرين، وذلك في سبل النهوض بالمجتمع. السؤال الثالث: أستنتج مخاطر عدم تحمل المسؤولية في حياة الفرد وفي مستقبل الوطن. في حياة الفرد: التهور، فقدان الثقة بالنفس، الفشل، وعدم إتقان العمل. أما في مستقبل الوطن فضعف مقدرات الوطن وانتشار الفوضى والجهل والظلم. ثانيا: أنواع المسؤولية. السؤال الرابع: أقرأ وأكمل. عندما يشارك جميع أفراد المجتمع في تحمل المسؤوليات يعم الخير الجميع ويرتقي المجتمع نحو الأفضل. نعدد أنواع المسؤولية ومجالاتها. أولاً: مسؤولية الحاكم. المجال: رعاية مصالح الناس، الدفاع عن حقوقهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. ثانياً: مسؤولية الرجل. المجال: رعاية شؤون أسرته والعدل في المعاملة والتربية الصالحة. ثالثاً: مسؤولية المرأة. المجال: تربية الأولاد، المشاركة في تحمل أعباء الحياة كافة. رابعاً: مسؤولية العامل. المجال: الأمانة والإتقان في العمل. السؤال الخامس: أستنتج وأقترح. على كل إنسان واجبات ينبغي أن يقوم بها، وله حقوق يجب أن تؤدى إليه وألا يعتدي عليها أحد، مثل حق الحياة، حق التعلم، وحق حرية التفكير والتعبير. ننظم في جدول الموقف والنتائج المتوقعة لديه والحلول المقترحة. الموقف الأول: تكاسل الموظف عن إداء واجبه المهني. النتائج المتوقعة: تعطيل مصالح الناس. الحلول المقترحة هي تحمل المسؤولية. الموقف الثاني: التهاون في تربية الأولاد وتهذيبهم. النتائج: الضياع والفساد الخلقي. الحلول: تحمل المسؤولية في تربيتهم. الموقف الثالث: التقصير في مساعدة المحتاجين. النتائج: انتشار الفقر والحسد بين الناس. الحلول: التكافل الاجتماعي. الموقف الرابع: إهمال الطالب دروسه. النتائج: الإخفاق والفشل. الحلول: الجد والاجتهاد. الموقف الخامس: التهرب الضريبي. النتائج: ضعف الاقتصاد الوطني. الحلول: تحمل المسؤولية الوطنية. السؤال السادس: أقرأ وأبين. المسؤولية في الإسلام عامة وواجبة على الجميع، وتختلف بحسب موقع الشخص في المجتمع.
مسؤوليتي تجاه نفسي وتزكيتها بالتزام أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وتحمل المسؤولية في التصرفات كافة. مسؤوليتي تجاه أسرتي بر الوالدين وطاعتهما والقيام بواجباتي تجاه أفراد أسرتي بالعطف على الصغير واحترامي الكبير. مسؤوليتي تجاه مدرستي المحافظة عليها وتحمل المسؤولية واحترام القائمين عليها. مسؤوليتي تجاه جيراني احترامهم والإحسان إليهم وعدم إيذائهم. مسؤوليتي تجاه وطني بالمواطنة الصالحة والمبادرة إلى تقديم كل ما يفيد الوطن والحفاظ على مقدراته. هامش، خلقي يهذبني. أحرص على تحمل المسؤولية في حياتي مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى ولم يعلمنا إلا ما فيه خير لنا في الدنيا والآخرة. أتعلم من الدرس: أولا، تحمل المسؤولية من مظاهر كمال شخصية الإنسان. ثانيا، تحمل أفراد المجتمع مسؤولياتهم على النحو الأمثل يؤدي إلى استقراره. ثالثا، تحمل المسؤولية قوة للمجتمع وقدرة عالية على الإنتاج والتقدم في مختلف مناحي الحياة. رابعا، تحمل المسؤولية ضرورة مجتمعية ووطنية. خامسا، تحمل المسؤولية واجب على كل إنسان بحسب إمكاناته وموقعه. التقويم النهائي: ما أثر عموم المسؤولية في بناء المجتمع المتكامل؟ وهنا يترك الجواب للطالب. نهاية الدرس ونهاية التسجيل.